فيها نتاع الزينة أو نتاع المسلمين. اليوم رانا في هذا اليوم التحسيسي الإرشادي حول تقنية تربية المائيات بدائرة توغورت بصفة عامة. طبعا حضر الكثير من الفلاحين، ساهم الكثير من الجمعيات الفلاحية في هذا اليوم الدراسي نظرا لأهميته، أهميته في المنطقة نتاعنا. تربية المائيات يعني تقريبا جاية ماشي اللي جديدة في المنطقة تاعنا، ولكن عندها فائدة كبيرة جدا.